ليه مع النادي الاهلي في المركز الرابع، عدى محمد بركات وعدى فلافيو، الاثنين دول كانوا مسجلين 18 هدف مع النادي الاهلي في جميع البطولات الافريقيه. يعني المقصود بها ايه؟ دوري ابطال افريقيا، كونفدراليه، سوبر. احنا معانا تصميم، هنلاقي ان فيه اهو تصميم قدامنا على الشاشه. طبعا كابتن محمود الخطيب 37 هدف، كابتن محمد ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28 هدف، وليد سليمان 19. اذا وليد سليمان بياتي في المرتبه الرابعه، طبعا بعد كده فلافيو وبركات وحسام حسن وايمن شوقي ووليد ازارو وطاهر ابو زيد. اذا تتكلم في لعيب بالتاكيد لعيب مسجل هدفين، يعني نخليه للاخر. خلاص ما انت قلت كمل بقى، انت لسه هتخليه للاخر. وليد سليمان طبعا النهارده دايما ميزه وليد سليمان في الحته اللي هو بيبقى تحت المهاجم ان هو دايما بيقطع في ايه؟ ورا المهاجم، في الاماكن الفاضيه بيتحرك جوه ال 18، قريب من مولر بتاع بايرن ميونخ. نفس الفكره بالظبط، ان مولر ده مهاجم جوه، يعني ايه، بيلعب من تحت وتلاقيه بيتحرك بشكل مميز قوي جوه الصندوق. وكمان عجبني في وليد سليمان ان هو بيجيب اهداف جميله قوي بالراس، يعني بيوجهها. في برضه هدف الاسماعيلي لما وجهها وحطها عملت باند النهارده برضه، فده هداف كبير بيستغل خبراته في ان انت بتحط لعيب زي ده بيجيب لك اهداف. لو استعرضنا ارقامه مسجل هدفين كمان، لما قلنا على دوره ده اللي هو بيجي من تحت، هو اكتر لاعب في المباراه عامل محاولات على المرمى. ايوه، 5 محاولات منهم 4 صح. واحنا قلنا النادي الاهلي عامل كام محاوله؟ لما نبص على الارقام يعني وليد سليمان هنلاقي ان هو عامل 35.7%، يعني اكتر من 17. الاهلي عامل 14، احنا قلنا 14. 14، ثواني اتاكد لحضرتك. 14. وبالتالي وليد سليمان هو 14، وليد سليمان عامل منهم 5. يعني نسبة 35.7%، أكتر من تلت محاولات النادي الأهلي النهاردة وليد سليمان تكفل بيها. غير إن هو أحرز هدفين، صنع فرصة كمان بالنسبة للمراوغات الناجحة، كان عنده مراوغة، قطع الكرة 6 مرات، حصل على خطأ، لعب 81 دقيقة. إذن وليد سليمان بيستحق تقييم عالي. برضو أحمد الشيخ، أحمد